بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبنات طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في أولى لقاءاتنا مع شرح منهج الصف الأول الثانوي للعام 2023، وإن شاء الله موفقين مع بعض. إن شاء الله النهاردة دي أول حصة بننطق فيها كلمات الدرس كامل، وطبعا منحاك طبعا بعد كل فترة تسمع نطق الكلمات مرة واثنين وثلاثة. فنبدأ مع بعض بنطق أولى الكلمات. طبعا هنا يا جماعة زي ما احنا شايفين كده، ده كان عنوان الوحدة الأولى اللي عنوانها لو كلوب دو ماكلاس. طبعا كلمة لو كلوب دو ماكلاس بمعنى منتدى أو نادي الفصل بتاعك. كلمة كلوب بناخدها بمعنى منتدى، وبناخدها بمعنى نادي، وساعات بنترجمها بمعنى جماعة الفصل، لكن أنا شايف إن أفضل ترجمة لها منتدى الفصل الخاص بي. طبعا ده كان الوحدة الأولى، وده طبعا صورة كده افتتاحية للوحدة. لو احنا بصينا تحت كده يا شباب هنلاقي عندنا مجموعة من الأهداف لهذه الوحدة. الوحدة اللي معنا دي يا جماعة زي ما انتم شايفينها كده بتتلخص في عدة أهداف. الهدف الأول طبعا كلمة دون ساتي نتي يعني في هذه الوحدة اون فا ابروندر، سوف نتعلم. أول هدف سالوي ابروندر كونجي، بمعنى إن احنا نحيي حد وكمان ازاي نتعلم ازاي نودع شخص. الهدف الثاني سي بريزونتي، سي بريزونتي معناه ازاي نقدم نفسنا، كيف تقدم نفسك. الهدف الثالث بريزونتي ايدونتي في دي كوبان، يعني معنى الكلام ازاي تقدم وتعرف اشخاص او زملاء. الهدف اللي بعده بارلي دي كاركتير، بمعنى الحديث عن السمات او الصفات الشخصيه. الهدف اللي بعده لنومبر دو زيرو ا 50، بمعنى الاعداد من 0 الى 50. الهدف اللي بعد كده ديكريغ دي كوبان، بمعنى ازاي نوصف اصدقاء. الهدف الاخير للوحده لي كولير اللي هي الالوان. يبقى احنا كده عندنا مجموعه من الاهداف، ادي 1 2 3 4 5 6 7 اهداف، دول كلهم كاملين كده اهداف الوحده الاولى. وطبعا سبق وقلنا يا جماعه ان الوحده عباره عن 3 دروس، ماشي كده؟ فدي اهداف ال3 دروس كاملين، الوحده كامله بتتكلم عن محيط الفصل بتاعنا. تعالوا نرجع سوا كده تاني مع بعض ونقول يا ترى دي ايه؟ دي بقى عباره عن الوثيقه بتاع كتاب المدرسه. دايما كل واحده كده بيكون معاه حوار بعد دوبل باج دو فيغتيغ اللي هي الصفحتين بتوع الافتتاحيه بتوع الوحده. بيكون عندنا بعد كده افتتاحيه الوحده بيعقبها على طول دوبل باج دي ديالوج. يعني ايه دوبل باج دي ديالوج؟ معناها صفحتين كده بيكونوا عباره عن حوار. كل وحدات المنهج كامل يا شباب عباره عن دوبل باج دي ديالوج، بمعنى عباره عن صفحتين قصاد بعض كده مزدوجين، يعني بيكونوا فيهم حوار الوحده معاهم مجموعه من الاسئله، وده طبعا بناخدها ان شاء الله في اخر حاجه في الوحده. بنبتدي بقى بالدرس الاول، والدرس الاول بتاعنا اسمه سي بريزونتي، بمعنى تقديم النفس. خدوا بالكم معايا كده، ده عنوان الدرس الاول اهوت اللي هو جزء من الوحده الاولى اللي كانت بتتكلم عن منتدى الفصل بتاعي. هنا بقول لي سي بريزونتي. طبعا الناس اللي متابعه معانا ده فعل مجموعه اولى وكمان من افعال ذات الضميرين واسمه سي بريزونتي. معلومه كده سريعه يا شباب، لما يكون الفعل بتاعنا مصدر وموجود في العنوان فبنعتبر الفعل ده كانه اسم بالظبط، عامل زي العربي كده اللي بنسميه المصدر المؤول. فكلمه سي بريزونتي هي فعل بمعنى يقدم نفسه، هناخدها احنا بقى بمعنى تقديم النفس. تقديم النفس، وبرضو ده الدرس الاول لسون ان ليه مجموعه من الاهداف لزوبجيكتيف دو لا ليسون، اهداف الدرس. مطلوب مني في الدرس ده اتعلم لنومبر دو زيرو ا 50، الاعداد من 0 الى 50. مطلوب مني اعرف لي كولير اللي هي الالوان، اتعرف عليها، اتعرف ازاي احولها من مذكر الى مؤنث. كمان مطلوب مني اعرف لو فيمينا دي زادجيكتيف دي كولير اللي هو تأنيث صفات الالوان. كل ده ان شاء الله نتعلمه في خلال الدرس ده. كمان مطلوب مني سي بريزونتي ازاي اقدم نفسي،
هتعلم برضو في الدرس ده يا شباب الانتيغوغاسيون كومون او كي، يعني الاستفهام بكلمة كومون يعني كيف او يعني اين او كي يعني من. كمان هنتعلم في الدرس ده لو برونوتونيك اللي هي ضمائر التوكيد، ان شاء الله نتعرف عليها ونعرف ازاي بنستخدمها. كمان دول اهداف الدرس الاول، ونروح بعد كده يا جماعة على الكلمات بتاعة الدرس. واحنا طبعا اتفقنا ان الحصة دي كلها اصلا بالكامل شغلتنا فيها فقط ان احنا نتعلم ازاي ننطق الكلمات، فتعالوا نبدأ مع بعض كده بالجزء الاول اللي هو الكلمات المذكر. كلمات المذكر نصغر الصفحة شوية بس عشان تبقى باينة كلها في الكادر بتاعنا. جميل تمام، يلا بينا كده نبدأ. دي الكلمات المذكر زي ما اتفقنا، بداية من كلمة مع بعض كده عشان تعرفوا تتابعوا معانا. يلا نختار له كلهم الأخضر الجميل ده. أنكوبا أنامي أنجو أن بروفيسور أن فوازان أن كلوب أن مو أن بريمو أن غارسون أن كايي. تعالوا نشوف الجزء الثاني كده، هننطق كل كلمة مرتين وتابعوا معايا. يلا أن نيمورو نيمورو أن بروجي بروجي. طبعا ممكن تقول بروجي واحنا بننطق بالإغ لأن ده النطق السائد، لكن طبعا اللي يقول أن بروجي صح. لو باسكيت لو تنس لو جيدو أن سبور أن سيبر كوبان أن سيبر كوبان أن ديسان أن ليسيان أن تابلو. كمان مرة العمود ده أن نيميغو أن بروجي لو باسكت لو تنس لو جيدو أن سبور أن سيبر كوبان أن ديسان أن ليسيان أن تابلو. الكلمات المذكر. تعالوا نروح على الكلمات المؤنثة. طبعا هنا بقول لي خد بالك ويعني انتبه ان كلمة شيفرة تطلق على الرقم من 0 لـ 9، يعني رقم واحد فقط يطلق عليه شيفر، يعني واحد نسميه شيفرة، 2 بنطلق عليها شيفرة، اي عدد من 0 لـ 9 بيطلق عليه شيفرة. طب لو اعلى بقى اسمه نمبر، نمبر من 10 إلى ما لا نهاية، يعني اي عدد مكون من رقمين فيما فوق ده بنسميه نمبر. طيب في مجموعة من الكلمات اللي هي الكلمات المذكرة. تمام يا جماعة، تمام يا جماعة، نشوفها كده مع بعض. بقول لي هنا الكلمات المذكرة التي تنتهي بحرف الاي. تعالوا بس كده نطلع بالصفحة شوية عشان تبقى باينة معانا في الكادر اهو. ايوه كلام جميل، يلا نطلع كده مع بعض. جزء ده كده نرفع فوق شوية اهو. only say أن ليسي أن كونجي أن كونجي أن فرير أن فرير. طبعا لو بتنطق بالإغ هتقول أن فرير أن كاميراد أن كاميراد أو أن كاميراد أن ليفر أن ليفر أو أن ليفر أن إليف أن إليف. الجزء اللي بعده أن جن إنجن. طبعا دي كلمة بتمشي مذكر مؤنث والتأنيث بتاعها بيكون بالأداة فقط، فعشان كده كلمة شاب اسمها أنجن شاب إنجن. أن آج أن شيفر أن نومبر أن نومبر أن بيرسوناج أن بيرسوناج أمبير أمبير أمبير. دي الكلمات المذكرة التي تنتهي بحرف الإي. نروح على اللي بعده يا جماعة ونشوف مع بعض الكلمات المؤنثة. والكلمات المؤنثة معناها كل الكلمات التي تنتهي بالتأنيث أو هي أصلا كلمات مؤنثة معروفة. وبنبدأ بكلمة إن فيلا إن فيلا إن أمي إن أمي إن كلاس إن كلاس إن باليت إن باليت إن مير إن مير إن ليسين إن ليسين إن رينكونتر إن رينكونتر. طبعا لو بتنطق بالإغا هتقول رينكونتر. إن سيبر كوبين
إن سي بير كوبين إن كوبين إن كوبين دي زافير. طبعا الاس بتنطق زد هنا خد بالك مع الكلمة اللي بعدها دي زافير دي زافير إن طانت إن طانت إن فيا إن فيا إن أدغس إن أدغس إن لتر إن لتر طبعا لتر بمعنى خطاب ومعناه حرف برضه يا شباب. كده نبقى انتهينا من الكلمات المذكرة. تعال نروح اللي بعده. عندنا الكلمات المؤنثة التي لا تنتهي بحرف الـ A. وده الجدول اللي بعده معانا يا جماعة. يلا نبدأ مع بعض كده في نطق كمان. تمام كده نبدأ مع بعض. بقول لي لحظة معانا يا شبابنا. ايوه كده تمام. انساغ انساغ انفوتو انفوتو ان ليسون ان ليسون ان كولير ان كولير ان كولير. طيب كلام جميل كده. كده انتهينا من الكلمات المؤنثه كامله. تعالوا مع بعض ننتهي ب نروح على الفيرب. الفيرب طبعا اللي هي الايه اللي هي مجموعه الافعال الموجوده في الدرس بتاعنا. ونبدا مع بعض كده بالافعال. وطبعا زي ما انتم شايفين كده الافعال بتبدا كلها بافعال يعتبر افعال مجموعه اولى. اولهم بريزونتي بريزونتي سي بريزونتي سي بريزونتي يتيديي يتيديي سالوي سالوي تروفي تروفي سابلي سابلي ريميرسيي. شوف بالك بص كلمه ميرسي كده ميرسي قبلها غ وبعدها ايه طبعا ده على بعضها كده ده الفعل بتاعنا اللي احنا بنسميه ايه ريميرسيي ريميرسيي انديكي انديكي انديكي. الجزء اللي بعده كيتي كيتي ديموندي ديموندي انتوندر انتوندر être être avoir avoir répondre répondre chater chater donner donner. طبعا زي ما اتفقنا انطى بالار او انطى بالاغ زي ما تحب المهم يكون نطقك كويس وسليم. تعالوا ننتقل الى الجزء اللي بعده لمجموعه الصفات. ومجموعة الصفات اللي معانا بدءا من كلمة انشونتي انشونتي. لما تيجي تحيي واحد او كده تقول له انشونتي طبعا بتبقى مذكر ومؤنث. لا قاعدة ان شاء الله بتشرح معانا يا جماعة. لما بكون بقول لواحد انا تشرفت بيك اقول له انشونتي انشونتي بمعنى تشرفت بيك. وانا اسم احمد يبقى انشونتي مذكر. لو انا علي بقول له انشونتي. لو انا منى بقول له انشانتي تشرفت بك. فيها مذكر ومؤنث. بعدها كلمه بوي 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 بريفيري بريفيري سيمبا سيمبا اون شيفرا اون شيفرا اون شيفرا شك شك سير لوشا سير لوشا. طبعا سير لوشا المفروض هنا تتنطق التي لان الشات غير القط. كلمة شا لها معنيين شا قط شات اللي هو الشات يعني هنا طبعا معناها شات اللي هو النت يبقى سير له شات سير له شات. اي 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 تري بيان تري بيان اون لتر اون لتر. طبعا بقول لك كلمة شا من اصل انجليزي بمعنى دردشة تتنطق شات وبرضه معناها قط تتنطق شا يبقى شا قط شات اللي هو الايه اللي هو الشات. لحظة كده مع بعض. كده خلصنا مجموعة الصفات وبدأنا هنا في الأعداد. تعالوا ننطق الأعداد مع بعض كده يلا هي كمان عشان نبقى نطقنا كل كلمات الدرس بحيث لما نيجي نشرح بعد كده تبقى الأمور سهلة إن شاء الله. الأعداد يا جماعة مع بعض. لحظة كده مع بعضنا يا شباب. أيوه تمام. ننطق زيرو زيرو ان ان طبعا ممكن تتنطق ان تبقى مؤنثه مع اللي بعدها دو
دي تغوا كاتغ سانك سيس سات سات ويتا ويتا نف نف ديسا ديسا اونز اونز دوز دوز تريز تريز كاتورز كاتورز كنز كنز سيز دي ستة دي زويتا دي زنف فان فان. ونكتفي بهنا يا جماعة إن شاء الله. كل جزء القواعد بالكامل هتلاقيه في فيديوهات قصيرة كده مجزأة إن شاء الله. كل فيديو لا يتعدى 10 دقايق عشان الباقة بتاعتك وعشان تقدر تستوعب وما نطولش عليك. وأشكركم وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.